السلام عليكم، معكم شهد العبادي، وبهذا الفيديو جاي نحكي عن كتاب تنزيه القرآن الكريم لدكتور منقذ. مبدئيا قبل ما أبلش أحكي، أنا من الناس اللي بحب الدكتور منقذ اللي هو كاتب هذا الكتاب، ومن الناس اللي جدا متأثر فيهم، وبحب أقرأ خلينا أو مش إن أقرأ بحب أتابعه. كنت على يوتيوب من زمان وبحب أتابع الأشياء اللي بعملها، وللي ما بعرف من هو شخص مختص في مجال مقارنة الأديان، ومؤلف كمان محاضر خلينا نحكي، وشخص موسوعي، يعني ممكن تبحثوا عنه على النت وحتلاقوا له قناته على يوتيوب. المهم، من قبل كم من يوم بالصدفة، والله العظيم بالصدفة، كنت راح اشتري كتاب معين ولقيت هذا الكتاب. وبصراحة عشان اكون صادق، اسم الكتاب ما شدنيش، ولا شكل الغلاف مع انه حلو الغلاف، ولا اي اشي بالكتاب، بس اللي شدني هو الاسم بس، دكتور منقذ. ولما جيت اطلع هيك على المواضيع تاعت الكتاب، اطلع زي كذا هيك بفتح فيه، بطلع بكاتب لك منهج المبطلين، اكيد مش مهم، القرآن كتاب محفوظ، جمع الكتاب القرآن، لحد ما وصلت لثالث شغله واللي حاحكي عنها كثير، هي اللي هي مخطوطات بموثيق نص القرآن. يا هذا الموضوع خلاني اشتري الكتاب على طول، وانصدمت بصراحة لما قرأت الكتاب انه فعليا لا تحكم على الكتاب من عنوانه. ففعليا العنوان حسيته مش كثير شادني، ولكن المحتوى تاع الكتاب يا اخي مش طبيعي امانة. مبدئيا تكلم الدكتور بهذا الكتاب عن، خلينا نحكي عن الشبهات المثارة حول القرآن الكريم، ورد عليها وفصل وابدع بصراحة. اول اشي ببلش وبحكي لك كيف يعني طريقة الناس اللي بيهاجموا الاسلام، بالذات المسيحيين مثل زكريا بطرس والجماعة هاي. فجاب لك امثلة انهم مثلا بيستغلوا ضعف الناس باللغة، بيستعملوا احاديث ضعيفة، وجاب امثلة على هالموضوع كثيرة، وكان بصراحة المقدمة كمقدمة قوية، ما بقدرش بصراحة اني احكي غانها قوية، يعني لو في كلمة بتعطي خلينا نحكي نفس المعنى وأقوى كنت حكيتها. بعدك ببلش يحكي عن موضوع موثقية القرآن الكريم، وببلش يحكي عن طريقة الجمع تعيته، بتعرفوا تعيت المصاحف والشغلات هاي، وكيف الصحابة اجتمعوا، والقصة هاي كلها. وأمانة أنا اكتشفت لما قرأت هاي القصة مرة ثانية بهذا الكتاب إني فعليا كنت جاهل أمانة، مع إني بعرف القصة وبقرأت فيها كتب، ولكن التفاصيل اللي هون جابها في تفاصيل كثير أنا ما كنت بعرف فيها، ومش هحكي يعني تفاصيل جدا انا ما كنت عارفها. وغاك برضو اكتشفت انه فعليا القضية مش بس قضية هامشية، لا هاي قضية مهمة اللي هي جمع القرآن كثير، وفي تفاصيل مهمة جدا، وانا متأكد ان اغلب الناس ما بعرفوهاش. ببلش بعدين يحكي عن طاقة النقل بطاقة عن الاحاد، يعني اذا في شيء مثلا القرآن نقل بطاقة الاحاد، وبعد على الشبهات اللي بهذا الخصوص، وبتجيب بعض احاديث وشغلات، يعني اشي مش طبيعي. بعدها بتكلم بالاخير عن الجمع العثماني. بعد هيك ببلش بالاشي المهم اللي انا بصراحة اشتريته عشانه، اللي هي مخطوطات القرآن. وانا بصراحة انصدمت كثير لما قرأت هذا الاشي، لانه المخطوطات فعليا انا من الناس اللي بيهتم فيما يخص النقد النصي في الكتاب المقدس اللي هو الكتاب المسيحيين، وبهتم يعني بهذا الجانب كثير، وكنت يعني سامع وقارئ يعني بعض الكتب اللي بتتكلم عن موثوقية القرآن من جانب المخطوطات، فمعلوماتي كانت جدا يعني ضعيفة بهذا المجال صراحة، يعني بالذات فيما يخص يعني مخطوطات صنعاء، وهسه بنحكي بهاي المخطوطات. لما قرأت الكتاب لقيت فعليا مخطوطات من القرآن الثاني ومن الأول، أظن الأول كمان جاب مخطوطات، وجبت برضو جاب هو يعني قصدي كمان كلام الناس المختصة، جاب كلام الناس اللي شاهدوا هاي المخطوطات اللي عملوا مقارنة فيها، يعني شغل مش طبيعي. وبعدها كمان تكلم عن مخطوطات صنعاء اللي هي أصلا عندي فيها كان مشكلة. هاي المخطوطات في ناس كان يدعوا إنه فيها اختلاف بينها وبين النص القرآني، تمام؟ وكان في كثير ملحدين يعني بيستغلوا هذا الأمثال، الموضوع أمثال ولا بلاش أجيب أسماء، كان يستغلوا هالموضوع. يعني لما قرأت الكلام تاع الدكتور منقذ ولقيته بيجيب استشهادات وأدلة، اكتشفت الموضوع فيه لعب خلينا نحكي، يعني في ناس حاقدين على الدين فلجأوا لطاقة الحذف، أو خلينا نحكي الكذب
يعني خلينا نحكي يعني انهم كذبوا عشان يحكوا لك المخطوطه فيها اختلاف، في فعلا ما فيش فيها اختلاف، وتكلم عن الموضوع يعني، وتبين بالاخير انها يعني تتوافق مع القران الكريم بشكل كبير، وامانه هالشغله كانت صدمه. وبعد هيك تكلم عن الاخطاء، اكيد يعني في مخطوطات يعني يكون فيها بعض الاخطاء بسموه اخطاء النساخ، فعادية يعني هاي الشغله اصلا باي مخطوطه اي كتاب، ولكنها مش كثيره يعني. اصلا احنا كمسلمين نعتمد على الحفظ اللي هو التواتر الشفهي مش على المخطوطات كثير، ولكن ما علينا. فبقول لك كمان عن الاخطاء يعني، هذا بيثبت كمان انه الدكتور منقذ انسان يعني حيادي بالطرح تاعه، لانه برضه جاب الاخطاء تمام. يعني بتطلع اشياء يعني كثير اخطاء يعني، بمخطوطه مثلا كامله مثلا فيها صوره كامله خطأين ثلاث اخطاء نسخ، فاي شغله عاديه مثلا واحد بكون يكتب مثلا لخبط له بكلمه عاديه، هاي الشغلات. فاشي كان عظيم جدا. وصحيح اذا مثلا حاولت تنزل كتاب من النت مش هتلاقي موضوع المخطوطات، ماشي، مش هتلاقي هاي الشغله غير طبعه تكوين، مركز تكوين، مركز صح، قصدي دار تكوين. فاذا بدك يعني موضوع المخطوطات والشغلات لازم تشتري هذا الكتاب طبعة التكوين وتتسلى فيه. بعد ذلك اتكلم عن الشبهات وجاب يعني رد على كثير 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 شبهات، وعلى موضوع كمان الانبياء وكذا. وبعد ذلك اتكلم برضه صحيح شغله ثانيه مهمه، اتكلم بعد ما خلص من مخطوطات القران اتكلم عن مخطوطات العهد القديم او التناخ المكون من التوراه وبعد ذلك اصفار الانبياء اللي بيعمل في اليهود والمسيحيين، وجاء اتكلم عن المخطوطة السبعينية والمخطوطة الفاتيكانية اظن اسمها، واتكلم عن المخطوطات بشكل عام كتابات الكتاب المقدس، واصلا هي ثابت اصلا من عرض فيها المخطوطات اصلا يعني. بعدك اتكلم عن مخطوطات العهد الجديد المهمة اليونانية والشغلات هاي تاعت الانجيل الرابعة، واتكلم عنها يعني واستفاض كمان، طبعا هو اختصاصه اصلا يعني، فكان شيء عن جد عظيم فيها. وعمل مقارنة بعدين بين مخطوطات القرآن والكتاب المقدس. بعدك تكلم عن شبهات ضد النبي تثار، وشبهات الاخطاء الاملائيه بالقران، وشبهات الانبياء بينهم بين الانبياء الكتاب المقدس، يعني كان اشي شغل مش طبيعي. ولكن مع هيك اي عمل مهما ما كان كويس وحلو لازم يكون فيه بعض المشاكل. صراحه هذا الكتاب مع انه انا بصراحه عجبني كثير وحبيته، كان فيه مشاكل من وجهه نظري الشخصيه وانا ما اقتنعتش فيها فيما يخص اخا كم من فصل، فيما يخص شبهات اللي ضد المرأة ما اقتنعتش بكل ردوده، في موضوع الجهاد بعض ما اقتنعت بصراحة بالكلام تاعه. بالنسبة للمرأة تكلم هو عن اكثر شبهات تخص المرأة، ولكن انا في شغلتين ما دخلت راسي او ما اقتنعت فيها، او خلينا نحكي ثلاثة عشان اكون ادق يعني. ردوا على موضوع الضاب المرأة، هو رد يعني على الموضوع رد كويس يعني، قال انه مثلا الزوج بيطلع لهش يضرب مرأته يعني الا بمسواك، ومثلا الضرب مثلا فيه له تدرج معين وما بتنضرب غير مرأة الناشز بمسواك يعني. وبعدين حكى النبي مثلا ما كان يضرب وكذا، بس ما هيك ما عجبني لانه بنفس الكتاب تكلم وقال لك ولكن المرأة مثلا الناس تستحق الضرب مثلا، حكى اشي بهذا المعنى، مش حافظ الكلمة حاول اجيبها على الشاشة. هاي الكلمة بصراحة ضايقتني امانة يعني، حسيت انه بيشجع على الموضوع حتى لو كان بمسواك، حتى لو كان بايش مكان، موضوع الضرب احنا لازم كله يعني نبعد عنه من وجهة نظر الشخصية مهما ما كان. ف يعني انا مثلا فاهم انه في ناس مثلا بتعصب مثلا كثير وبتفقد السيطرة لحالها، ولكن من هيك لازم نظل ماسكين حالنا بانسانيتنا، ما يضرب مثلا مرته وكذا حتى لو بمسواك مثلا. انا بصراحة هاي الشغلة ما عجبتني نهائيا، وحسيت انه بشجع وحسيت انه خابط كله تاعه لما حكى الكلمة. ثاني اشي تكلم عن القوامة اللي هي قوامة رجل على بالاسلام، وانا بصراحة ما اقتنعت بالضباط تاعه، مع اني فاهم انه هي مسؤولية وكذا على رجل، انه مثلا لازم يهتم بمراته ولازم مثلا يدا باله عليها والنفقة وكذا، انا فاهم هذا الكلام كله مقتنع يعني نوعا ما، او فاهم وجهة نظره، ولكن فعليا ما اقتنعت لانه هذا الكلام ممكن تحكيه مثلا لوحدة مثلا زمان، اما هسه بالوقت الحالي البنت بتشتغل، البنت بتتعلم، اغلب البنات يعني خلينا نحكي عندهم الفكر النسوي مسيطر عليهم نوعا ما، فانك تيجي مثلا تقول لي قوامة ومثلا وكذا مش عارف، مش حاسس انها بتزبط لهذا الوقت اللي احنا فيه بالذات مع اغلب البنات امانة يعني. طبعا يعني صراحة ما عجبني هذا بتاعه، وبعض الموضوع
وبعضه أدوا على موضوع التعدد، بعضه بصراحة ما اقتنعت فيه تمام، مع إنه بصراحة هو قال كلمة عجبتني. هو قال للشخص مثلا اللي بيعتبر مثلا التعدد مثلا ظلم للماء، بقوله طب انت كمان بتظلم ما ثانية بدها تتجوز. عجبتني بصراحة لما قالها، ولكن ما حكى بصراحة ما عجبنا بتاعه، مع انه فعليا استشهد بكلام مستشرقين وكان يحكي كذا، وكان يحكي مثلا انه بالحب مثلا في الدول الاجنبية كانوا مثلا لما يسمحوا لما مثلا يموت كثير ناس مثلا بالحرب العالمية الاولى والثانية سمحوا بالتعدد لانه كان ضوء مثلا مهمة. وكمان يعني حكى عن كتاب المقدس انه بيسمح بالتعدد، اضف عليه كلام صحيح سليمان وداود كانوا معددين عند المسيحيين وابراهيم وموسى وكثير انبياء عندهم، فكلامه صح، ولكن ما اقتنع بصراحه بعد. يعني ماشي على عينه وعلى راسي، تجوز واحده ثلاث وكذا هذا حلال ما اختلفناش، ولكن انك مثلا انت مثلا متجوز واحده مثلا معينه مثلا خلينا نحكي خلاص يعني واحد، يعني كيف بدي اقول لكم اياها، يعني انت وياها وابنك مثلا عندك ولد، يعني مش لازم يعني تجيب كمان واحده وتلخبط الجو العام. انا مش عارف كيف اشرح لكم اياها، ولكن بحس الموضوع مش ظابط، يعني احس الموضوع يعني ممكن يعمل مشكله بالعيله، لانه ولد معين مثلا عارف انه مثلا هاي امه تجيب له واحده ثانيه، مش عارف احس الموضوع مش ظابط فعليا. وبصراحة رده هو كمان ما عجبنيش بصراحة، وما اقتنعت بالكلام اللي حكاه من وجهة نظر الشخصية طبعا. بظل هسه آخر نقطة اللي هي الجهاد في الإسلام. موضوع الجهاد في الإسلام هو تكلم عنه باستفاضة تمام، مطول بصراحة بالكلام عنه، وحكى بالأول إنه إحنا مثلا ندخل الدول عشان ننشر الإسلام وما حدا بنجبع على الإسلام وهذا الحكي كله. بعدين قاعد يحكي إنه إشي مهم، وقاعد يحكي عن آداب الإسلام بالحرب، إنه مثلاً بتنقتل البنت، ما بينقتل الطفل، ما بينقتل الشيخ، مع على عينه وعلى راسه هذا الكلام كله، كله على عينه وعلى راسه وبجنن. بس بالوقت الحالي إنك تطبق للجهاد أنا مش مقتنع بهالموضوع كثير. زمان ممكن كان في كثير مثلاً الناس دم يحتلوا بعض، فايكنج كان موجودين كانوا يحتلوا الناس، عندك الدول بابل والدول العراق هاي كلها كانت تحتل الدول الثانية، مصر كانت تحتل، أظن مصر احتلت حدا والله ما نعرف، يمكن هي اللي احتلوها ما علينا. فبدي أحكي يعني إنه كانت زمان إشي مهم إنك تعمل هاي الشغلات، أما هسه بالوقت الحالي إحنا عايشين نسبيا بحالة سلام، فإنك تيجي مثلا تروح لي على بلد تدخل لي عليها بعدين تقول لي جزية وما جزية، حتى لو الجزية قليلة، وتكلم برضه عن الجزية واد على هالموضوع، حكى إنه ده خلينا نحكي دينار واحد الجزية وكذا، وانه في ناس مثلا بيع معفيين عنها ماشي على عينه وعلى راسه، بس حتى يعني انك تدخل على دولة ثانية بعدين تيجي تحكي كذا ما اقتنعت بصراحة بعد، ما اقتنعتش امانة. هاي وجهة نظري الشخصية، ممكن انت تختلف. غير هذا الكتاب فعليا انا بصراحة بنصح فيه، بنصح فيه للجميع، ملحد مسلم كذا، كتاب جدا ممتاز، والدكتور فعليا بذل مجهود فعليا عظيم كثير فيه، وبنصح فيه للمال مليون، واحد من احسن الكتب اللي قرأتها بحياتي، واحتمال بعدين ان استعمل شغلات. على كل شكرا على المتابعة، واذا انت مثلا مختلف مع وجهة نظري تفضل بالتعليقات اكتب وجهة نظرك وانا حقاها وحشوف ممكن اغير وجهة نظري، واذا انت مثلا متفق مع الدكتور بعض ومنقذ اكتب بالتعليقات، اذا مثلا عندك أوقات يا دكتور منقذ برضو قل لي، وبرجع وبحكي هذا واحد من أحسن باحثين في مقاطع الأديان من وجهة نظري. ويلا السلام.